الجروبات اللي صارت على سبيل المثال ولايه بطيخ تحياتي نعم. واعتزازي وحبي علي فاضل الكادر الرائع اللي اثبت حضور وبصمه نعم. كادره يعني تحياتي الى هاي وحده، تحياتي الى حامض حلو اللي هم جماعه نفس هذا اللي تقودهم على نعم. حسين المتالق المبدع الغالي اختي نعم. وحبيبتي واستاذتي وزميلتي اللي هم صار جروب كلش حلوه نعم. احسان وعلي جابر نعم. وعلي قاسم يعني نعم. تدري فهذا يعني شلون كاريكاتير. استاذ ايش شفناك ويا هذه الجروبات؟ يعني مثلا جروب اياد راضي او جروب احسان دعدوش، يعني انت على علاقه طيبه وياهم، كل هل انه ما يرهم اسمك ويا اسمائهم؟ يعني النجوميه متوازيه فصعب، لو شنو السبب ليش ما نشوفك وياهم؟ لا بالعكس انا ما يعني اجتني الفرصه انه حتى اكون. اذا عرض عليك دور بطوله مشتركه وياهم ما عندك اشكال؟ شرف يعني ما عندك عقده النجم المطلق؟ لا 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 ماكو لا بالعكس يعني انا دائما عده لقاءات من اقول اياد راضي اياد اخوي وحبيبي طبعا من اجي اعرف شنو ثقل الايام يعني هذا اسم، مو من اقول احسان دعدوش اسم، من اقول علي جابر اسم، لا باقي زملائي واصدقائي يعني لهم ثقلهم لهم. شفت كمامات وطن هاي السنه؟ طبعا وانا متابعين لابو رضا. شنو رايك؟ بصمه بصمه واسم يعني، لانه هو اياد فرض اسمه ونجوميته كل اعماله صحيح. ليس يعني وبجهد وبجهد يعني وبعدين جهده معروف نعم. وهذا الرجل ايضا اكاديمي واستاذ وحبيب يعني بالنسبه لي يعني استاذ وحبيبي طبعا. وانا احبه كلش يعني احنا كنا نحبه يعني مو اجاملك على مود يطلع اسمي لا 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 اياد اياد اقول له تحيه اكيد حبيبي اخوي وانت اكيد حضرتك لا تقل عن انت الله يسلمك الله يخليك الله